عليكم ورحمة الله. أهلا وسهلا بكم طلاب وطالبات الصف الثالث الإعدادي. هنتكلم النهاردة عن مقدمة في منهج العلوم. في الأول هنعرف محتويات المادة اللي هدرسها السنة دي. أول حاجة عندي الوحدة الأولى القوة والحركة، وفيها 3 دروس: الحركة في اتجاه واحد، ثاني حاجة التمثيل البياني للحركة في خط مستقيم، ثالث حاجة الكميات الفيزيائية القياسية والمتجه. الوحدة الثانية وهندرس فيها الطاقة الضوئية، وبتدرس المرايا والعدسات. الوحدة الثالثة الكون والنظام الشمسي، وهندرس الوحدة الرابعة التكاثر واستمرار الحياة، وفيها 2 درسين: الانقسام الخلوي والتكاثر اللاجنسي والجنسي. النهاردة إن شاء الله هنعرف بس مقدمة عن الدرس الأول اللي هي الحركة في اتجاه واحد. وكلمة حركة لو احنا اتكلمنا عنها يعني إنك تغير مكانك، يعني أنا غيرت مكاني مثلا من نقطة لنقطة تانية، ده معناها حركة. معنى إن أنت لو أنت واقف عند موضع ثابت زي البيت وغيرت الموضع الثابت ده، رحت لشارع تاني أو للسوبر ماركت أو لأي حاجة، ده بنقيس عليه الحركة. فبنعرف الحركة وبنقول هي تغير موضع الجسم بالنسبة لجسم آخر ثابت بمرور الزمن. وهنكتفي السنة دي في سنة تالتة إعدادي بدراسة حاجة اسمها الحركة في اتجاه واحد، ودي أبسط أنواع الحركة. إحنا عارفين كويس أوي يعني إيه اتجاهات اللي إحنا درسناها قبل كده: شمال، جنوب، شرق، غرب. الحركة بتكون في إحدى الاتجاهات ديت، يعني في اتجاه واحد. طبعا أقدر أقيس هنا حاجة اسمها الجسم الساكن. يعني إيه جسم ساكن؟ يعني جسم ما بيغيرش مكانه أو ما بيغيرش موضعه بالنسبة للنقطة الثابتة بمرور الزمن. أنت واقف، الزمن بيمر، فبالتالي أنت جسم ساكن، وده عكس الجسم المتحرك. طيب أنا دلوقتي بتحرك في اتجاه واحد مثلا من البيت للمدرسة، هل وأنا ماشي من البيت للمدرسة بمشي زي السهم ما بغيرش يعني مسار الحركة بتاعي بس مستقيم، ولا الشوارع فيه لفات ويترنات وكده بس أنا ماشي في اتجاه المدرسة يعني اتجاه واحد؟ طيب أما غيرت الاتجاه ده أو أما غيرتش الاتجاه بس غيرت مسار الحركة، معناها إن عندي مسار الحركة بقى إما مستقيم أو منحني أو الاتنين مع بعض. يعني أنا بمشي مستقيم وبعد كده الطريق شوية بيحود بيا كده يبقى مايل، فبالتالي كده بقى الطريق منحني، ممكن يكون اللي هو مستقيما ومنحنيا مع بعض في شارع واحد، بس أنا في كل ده ماشي في نفس الإيه؟ في نفس الاتجاه. طيب بعد كده عشان اوصف الحركة دي، لو انا جسم دلوقتي بيتحرك قدامي، ممكن توصفه تقول الجسم ده بيتحرك بسرعة او ماشي ببطء. طب قست الكلام ده على اساس ايه؟ على اساس عاملين اللي هما المسافة والزمن. يعني انا قست سرعة الجسم على اساس حاجتين: المسافة والزمن. ومن هنا اقدر اعرف ان السرعة بتساوي المسافة على الزمن، وده قانون هنستعمله ان شاء الله في بقية شرح الدرس ده، في اللي هو حل المسائل وازاي انك تعرف تقيس سرعة جسم عن طريق ان انا اديك معطيات المسافة او الزمن، او ان انا اطلب منك المسافة فنقول المسافة بتساوي السرعة في الزمن، او ان انا اديك عايز منك الزمن فيبقى المسافة على السرعة، وده هندرسه بالتفصيل وقت شرح الدرس. آخر حاجة النهاردة هنعرف السرعة، والسرعة هي المسافة المقطوعة خلال وحدة الزمن أو المعدل الزمني للتغير في المسافة. وتقدر تعرف أو تقدر تاخد التعريف ده من القانون. لو إحنا عملناها على طريق أسهم، نقول السرعة هي المسافة بالنسبة للي فوق، بعد كده المقطوعة أكيد المسافة أنا بقطعها خلال إيه؟ خلال وحدة الزمن. وإن شاء الله في الحصص الجاية هنوضح بقية الدرس وهنعرف نحل مسائل.
وبعد كده إن شاء الله هيكون في تتابع حسب التنسيق مع حضرتك، وشكرا.